أطلقت صباح اليوم عمدة بلدية إنجمينة السيدة مريم جمع بيت أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها جمعية الشباب من أجل التنمية في الدائرة الثامنة لصالح الشباب من كلا الجنسين في مجال علم الحاسوب. تقرير محمد طاهر صالح حسين. الشباب هم الركيزة الأساسية ومستقبل كل أمة، لذا فإن العناية بقدرات الشباب ورفع كفاءاتهم المهنية أساس التنمية، ومن أجل تدريبهم في شتى المجالات سيما في مجال الحاسوب هو دأب جمعية الشباب من أجل التنمية بالدائرة الثامنة، وهذا يعد من أولويات الجمعية في تأهيل الشباب ورفع قدراتهم الذاتية وتزويدهم بالمعرفة. وبهذه المناسبة ألقيت عدة كلمات أولاها لرئيس اللجنة التنظيمية ومنسق جمعية الشباب من أجل التنمية حسن يحيى، أوضح أن هذا التدريب يساعد الشباب بالدائرة الثامنة نحو اكتساب المعرفة وتجسيد الخبرات تماشيا مع العصر. كما أن عمدة بلدية الدائرة الثامنة أشادت بمبادرة الشباب لتأهيل شباب الدائرة الثامنة. وفي كلمتها بهذه المناسبة عمدة بلدية إنجمينة مريم جمع عبيد قالت إن تعلم الحاسوب أصبح أمرا ضروريا لكل إنسان، خاصة الشرائح الشبابية التي تعد أمل الغد ونهضة الأمة. يعني الشباب هنويتي مارون لسما قالوا هم بدوروا تدريب في الإنفورماتيك، واليوم رجل واحد في حول العالم قال كان نادم اللي بيقولوا أمي ما بعرف، ده هو النادم اللي ما بقدر بيسي انفورماتيك ده بينادو نادم أمي. لكن سجينا نبيتيا ما رندسة ما فكروا وقالوا بدوروا تدريب في الانفورماتيك. كلام ده الميري أنا نجمينا جهز وجاء أقايد بيسي لهم التدريب ده. عقب الحفل زار الحاضرون صالة الحاسوب لرؤية الأجهزة التي يتم فيها تدريب الشباب لمدة 10 أيام. بحضور المدير العام للضرائب نظمت حلقة التفكير والتنظيم من أجل المساهمة في الاقتصاد الوطني يوما تفكريا بمناسبة إطلاق مشروع جديد لتأهيل وتدريب عمال التحصيل الضريبي للبلديات العشر لمدينة إنجمينة. تقرير أحمد ياسين عبد الرحمن. تمثل الضرائب جزءا كبيرا من المنظومة الاقتصادية للبلاد بجانب الموارد والمصادر المالية الأخرى، ولأهميتها أطلقت حلقة التفكير والتنظيم من أجل المساهمة في الاقتصاد الوطني مشروعها الجديد، والذي يحمل عنوان تأهيل وتدريب عمال الإيرادات الضريبية لبلديات إنجمينة وكيفية المشاركة في الأشغال العامة. رئيس حلقة التفكير والتنظيم كروسيتا بيان جاريت قال إن مؤسسته منذ إنشائها وحتى اللحظة ساهمت بشكل كبير في بناء الاقتصاد. من جهته ممثل السفارة الفرنسية بالبلاد فرانسوا فيرجي الشريك الممول لهذا المشروع أكد على ضرورة العمل مع كروسيتا باعتبارها شريكا فنيا مهما في للشاب عشان يدفع الضرائب، فده يساعدنا هنا في البلديات إنه أنت تعرف إنه في هناك صعوبات لدفع الضرائب. بعد ذلك ألقى المدير العام للضرائب جاسران غارتيغال سانغار كلمة تضمنت أهمية تحديث سبل تحصيل الضرائب لمواكبة التطورات الجارية وتذليل كل العقبات التي تحد من القيام بالمهام الضريبية طبقا لما حددته وزارة المالية. وخلال عرض المشروع أشارت البيانات بأن معدلات النمو الاقتصادي لهذا العام وصلت إلى 14.5% مقارنة مع العام 2014 والذي وصلت فيه إلى 21.1%.